للحديث أكثر عن الوضع الصحي في العراق في ظل تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، لا سيما بعد رفع حظر التجوال بشكل جزئي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيبة العراقية دكتور إبراهيم سليمان. سيد إبراهيم، بداية أهلا بك. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 46 إصابة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 1677 إصابة. بعيدا عن مدى صحة الأرقام، ألا ترى أن الأعداد في تزايد رغم هذه الأرقام الرسمية؟ مساء الخير ومبروك عليكم رمضان على أمة محمد. أهلا بك سيدي العزيز. ما يطرح الآن كل من ضمنها العراق، هذا في فوق الطاولة واللي تحت الطاولة هم الدولة. نعم. أنا كطبيب طلع جو وصلت الى الامين الثاني، ما كل من العراق وما قطعه قانونيه لاذيه الشعب القرع. نعم. دكتور ابراهيم، هل تزال تسمعنا؟ هل انت معي؟ معك. دكتور، إلى أي مدى ترى أن العراق يتعامل مع الجائحة بالطريقة المثلى في ظل استمرار طبعا فتح الحدود مع بؤرة الوباء في المنطقة وهي إيران كما تعلم؟ صحيح. إلى الآن أكو تسريع، أكو ضغط من أجل رفع منع التجول من أجل الزيارات الدينية. اكو اصابات كثيره، وهذا الكيرف مال النجف وكربله والبصره بدا يصاعد. الاصابات كثيره، اكو تخبط بخليه الازمه. يعني البصره تعلن شكل، وزاره الصحه تعلن شكل، والمحافظات تعلن شكل. دكتور، في ظل تزايد اعداد الاصابات، كيف ترى رفع قرار حظر او قرار رفع حظر التجوال من وجهة نظرك كطبيب متخصص؟ تفضل. كل الاطباء بدون استثناء يضغطون بعدم رفع منع التجول، استمرار في الثابت الى السيطره على المرض الوباء. طب دكتور، إذا أردنا أن نتحدث عن منظمة الصحة العالمية التي شددت على ضرورة استمرار العراق بغلق حدوده مع دول الجوار لا سيما إيران مصدر الوباء، السؤال هنا ما الذي يمنع من اتخاذ الحكومة هذا القرار برأيك؟ هل من تحذيرات طبية توجهونها من خلالنا لعل الأمور تتغير مثلا بما يخدم ويصب بمصلحة الكل العراقي؟ إيران هي اللي تحكم العراق، فإيران ما تريده ينفذ في العراق. نقطة رصد. فإحنا بالنسبة إن نعرف الوباء جائحة الكورونا مخيفة بالعراق، والعراق شعب طيب وبسيط، إمكانياته الطبية صفر. نعم. إمكانيات البنى التحتية المستشفيات صفر، وإذا لا سمح الله الوباء ينتشر يعني أقرأ على الشعب العراقي السلام. دكتور، يعني منظمة الصحة العالمية ترى أن هناك نوع من الاستهتار والاستخفاف فيما يتعلق بموضوع رفع الحظر الجزئي وعودة الناس إلى الازدحام في ظل تواصل الازدحامات بالشوارع ونحن على أبواب الشهر الكريم، كيف تتخيل مستقبل العراق فيما يتعلق بموضوع الإصابة بفيروس كورونا؟ هل هناك احتمال لارتفاع عدد المصابين مثلا؟ بالضبط، يعني هذا تأييد كلامك. حتى أبو ممثل المنظمة الصحة العالمية في بغداد يعني آراء خجولة، كأنما يغازل الدولة، يغازلها بإجراءات. يعني كان المفروض يضغط، لأن هو هسه الكتات والقضايا الشغلات هذا الفلو أب المتابعة مالته على الفيروس هو، بس هو ما يقدر يتخذ قرار أو يوجه قرار، بس المفروض يكون حدي، حدي بالنسبه للتوجيهات مالته. من مع الاسف. نعم. من بغداد كنت معنا عبر الهاتف الدكتور ابراهيم سليمان الطبيب الاختصاصي العراقي، شكرا جزيلا لك.